السلام عليكم أخواني وأخواتي المتابعين، مرحبا بكم من جديد في قناتكم قناة كويت ليدر للرحلات والمغامرات. نحدثكم اليوم من بغداد في يوم جديد وحدث جديد. نحن وصلنا إلى فندق بغداد، حطينا الدراجات، سوينا تشيكين، ونحن الآن موجودين كلنا في عنبر 9. موجودين في عنبر 9، أمورنا طيبة، ارتحنا، قعدنا اليوم. والله يا جماعة أنا قمت أغسل، كل ما أمسح حلقة وجهي أسود أثاري من الديزل من الشاحنات. أخذنا الله يسلمكم معسل سكس ويل، عرفت، وتقاعد كذي تحس إنه شي قاعد تدخن معسل سكس ويل. جربتوا معسل سكس ويل؟ لا تجربونه لانه راح تدمنون عليه. عدل عاش ابو خالد، شوف انا قاعد بكشته ابو خالد. هذا الغداء وصل يا جماعه، وهذا حيدر موجود. وصل موجود، وصلت الغدا وياك. ايه كفو عليك. اليوم يا جماعة سوالف موزات، وهذا طباخ ابو مساعد جزاه الله خير. ايه بس هو طبخ بس المعبوش ترى. بسم الله. تلو قالي كان جبت وياي سفر على قد شوفوا يا جماعة، شوفوا الطبخة الطيبة، شوف شغلات الذوب خفيفة، طالع اللحم، طالع طالع طالع. الحمد لله أكلنا يا شباب، أكلة دسمة طيبة ما شاء الله، الخير وايد، حياكم زايد علينا لأن ومساعد قمة مثل البلوطة ما يأكل كثير، وأنا بقي صغير كذلك ما أكل كثير، فزاد الأكل. الحين جاب شوية الفيديوهات، اليوم بريك، خلينا بريك، مجهود أمس تعبنا شوي، فقلنا اليوم نريح. قلت له يا جماعة صح نريح، نحتاج وقت مع الكمبيوتر. أكرمكم الله يا شباب، ما قصرتم. والحين أبو مساعد يبي يسوي لنا شاي بالكشتة. بس تخيل نفسك كاشت بين الشرابين. صدق ما سوينا شاي لحد الحين، ما في مجال، توقف اعطيك شاي. لا شاي على مزاجي يا شباب. الحين قامت تمطر، الدنيا قامت تنظر، برق ورعد وامطار في بغداد. هسه شلون نطلع يا ابو، شلون نطلع؟ فخلاص الكشته اليوم كانت غدا، الليله ان شاء الله شوي. ها شوي ابو خالد، بس الخشب شوي. خلاص قلنا يبا نقعد هنا بالديوانيه سوالف. ايه اوبا ما شاء الله، مطر مطر، خير من الله، خير خير، شوف خير من الله طالع، وبار ورعد. هاي شلون، هاي شلون نطلع الدراجات؟ بس شلون، بس لا الجو حلو اليوم ان شاء الله، بنشوف مكان ان شاء الله ونجتمع ويا الشباب في بغداد. بس قاعد ندور موقع جيد، اللي يعرف موقع في ساحة ومواقف يرسل لنا، نحدد موقع ونلتقي فيكم ان شاء الله يا شباب. نزلنا يا شباب، والحين طالعين بإذن الله رايحين، عندنا موعد مع اهل بغداد الطيبين، اهل العراق الغالين، راح نقعد وياهم
ونشوفهم ونسلم عليهم. هذه فرصة لنا يعني قاعد نتواصل دائما عبر السوشيال ميديا. يا أخي ودنا نشوفهم ونكحل عيننا بشوفتهم والقعدة وياهم. هاي الشباب موجودين، وهذا كابتن علي موجود ويانا. يا يعتذر شوي، عنده ظرف. والله احنا مقدرين ظرفك يا كابتن، والله خسارة لنا عدم وجودك. الله يحفظك، الله يسلمك، الله يسلمك، تحياتنا لك. اي الله يسلمك، يسلم عليكم الكابتن علي ويعتذر ما راح يكون موجود ويانا، عنده ظرف خاص. والله يسهل امرك يا كابتن، كافي وجودك وحضورك، جزاك الله الف خير، ما قصرت. وان شاء الله توضي نفسك حق رحلتنا بكرة ان شاء الله. على راسي، الله يحفظك. احنا ان شاء الله الحين رايحين موقع نصب انقاذ الثقافة العراقية، حددنا موقع للقاء الأحبة، فرايحين في المكان ان شاء الله نتلاقى وياهم. وصلنا يا جماعة إلى الموقع. شوف هذا الحبيب موجود. الله يحفظك، احلوت السالفة. أوه أستاذ عبد الودود، الله يحفظك، شرفنا فيه أول واحد. على راسي والله، الله يسلمك. أخي ما لازم صورة. بدايتها ايران يعني اتابع الصبح كان ينزل اليوتيوب، راح من الموبايل راحت الناس كلها، ما صرت اعرف، صار عندي صعوبه. هذا منو؟ هذا ارجو الصوره. اي ارجو له صوره. لا خلاص الحين انا صار تليفوني بغداد غالي. السلام عليكم. السلام حبيبي، الله يخليك. واخيرا راح نلتقي بالحبيب ابو فارس. سلام عمي، كيف حالك؟ شو صحتك؟ طيب ان شاء الله، الله يجزاك خير، الله يسلمك. اقول لك انا علي نذر، اذا اشوفك
لازم ابوسك من هاي الجنزوه. هو انزعها طاقيه. الله يسلمك. انزعها. لا 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 والله ما يصير. لا لا ما يصير. عيب والله انت لا. الله يحفظك. على راسي. انت سويها سويها. انت سويته بسبب الله انجاز. الله يسلمك. والله كله يعني شوف اي اي ما مرتب غير انجاز عظيم. الله يسلمك. ساعدت على المنصه. جيت انا 7 أشهر وياك هسه طلعتك من الكويت للامارات لايران. اي والله اي والله متابعين. لحظه اي والله اي والله هاي هديه بسيطه جابها هذا على راسي. هديه غاليه بس غاليه. هديه بالامانه هاي شهاده حب وتقدير. تسلم. هاي مكانية. انت هاي الرحلة جيت على مود اشوف بابل واثاره. نعم. صح ولا لا؟ نعم. اكو بيها قصص بابل واثاره. نعم. تحفة. وصار النقابات لهم هذا اللقب. وغبيا بيها قطعة حتى تتذكرني بهذا اللقب. الله يحفظك. يا حبيبي. هاي. طورها. هاي. هاي تفتحها وشوف. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله هذا الملك عمران 30 سنة عندي دراجة بس 30 سنة اللي سقت بها دراجة ما قدرت اوصل 1% من اللي سواه كابتن عيسى. الله يحفظك. يعني حركة واحدة يعني حركة واحدة شان متر واحد مش بيه بالثلج شان فشيع فظيع. بطل عنده بطل هو هي حبيبي. بس الموبايل ما راح. احنا صار احنا صار هو هاك 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 السيارة والكلندايزر على راسي ان شاء الله. نعم في اسكندوم. يلا نصعد هنا ابو فارس. يلا ابو مساعد على راسي. والله تشرف. ما بصدق بشوفك. شوف انا مو في يوم من الايام بروح انجلترا وبصعد ايرلندا الصيف هذا. اي صحيح. صيف بدق عليك. خلاص خلاص ان شاء الله. هذا شوفوه على راسي. على راسي. خلاص بدل عليه. اي 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 لا والله على راسي يشرفني يشرفني ان شاء الله. ابو فارس احنا ما نوصل. حبيب العراق جميل جدا ومتنوع. يعني انا مسرور جدا بتنوع الحلقات. يعني الحلقات اللي عندي اللي ظهرت معاي تاريخيه تراثيه شعبيه حضارة طبيعة طبيعة طلع معي. يعني صار عندي تنوع جميل جدا. جميل انا ما توقعت ان هاي الرحلة بهذا المستوى. من الصبح ريال من هاي الصبح من اسبوعين بس قول قبل طاف طاف الجبل. هدي هدي الوضع ما كتير. اصبر شوية وشوف. دخلت يمكن من الدنمارك اللي كان ماكو حدود. اللي طلعت وصلت مسافة ورجعت كنت معودي. ماكو حدود. بس إذا شفت الموضوع بخطورة جنبه يعني. هو هذا الخطر. فنلندا الأمور تأزمت أكثر. مرتدي للقودة. لا لا هاي فوق. فقدنا الهاتف النقال وكنت على تواصل مع بعض الأخوة
بحيث أني ألتقي فيهم. وبعد ما فقدت الهاتف وجدت في صعوبة بالتواصل مع الآخرين، وحددنا يوم للتواجد في ساحة نصب إنقاذ الثقافة العراقية. توعدنا بالتواجد في هذه الساحة وحضرنا هذه الساحة، وكان يوم جميل ورائع حقا برؤية الأخوة المتابعين والأحباب من العراق، والتعرف عليهم عن قرب والحديث معهم. كانت أجواء رائعة في يوم رائع جميل في بغداد، وكانت حقيقة مشاعر جميلة جدا شعرت بها في هذا المكان، بل كان هذا أجمل يوم بالرحلة، أجمل يوم شعرت فيه بسعادة كبيرة جدا أثناء لقاء الأخوة والأحباب في بغداد. وحقيقة شعب جميل لطيف راقي جدا محترم جدا، قمة قمة في الأدب وقمة في الأخلاق وقمة في الاحترام. يعني اللي ما أدري شنو أقول لكم، أنا شعرت أني بين أهلي وناسي، وشعرت أني أنتمي لهؤلاء الناس وأنتمي إلى هذا الشعب. لم أشعر أني غريب أبدا، كأني أعرفهم من سنوات طويلة. ولك أن تتخيل أن هؤلاء الناس اللي كانوا معنا في الرحلات، واللي كنا نتواصل مع بعض في الرحلات، واللي كانت تدور بيننا النقاشات حول الرحلات، فكان داخلي شوق كبير أني أنا ألتقي وياهم وتعرف عليهم عن قرب بدل وسائل التواصل. يعني تخيل أن أنت قاعد تشوف الناس بوسائل التواصل فكأنك قاعد تكلم جهاز، لكن أنت الآن أمام البشر أنفسهم وتتحدث معهم. صراحة شعور جميل، ونفس ما قلت لك هذا كان أجمل يوم عندي في الرحلة. تحدثنا حول أمور الرحلات والتجارب اللي مرينا فيها، وتكلمنا عن الرحلات السابقة، وتحدثنا عن رحلة العراق، وتكلمنا عن المواقع اللي موجودة في العراق، وكذلك الأحداث اللي مرينا فيها بالسابق. وكانت كلها يعني الناس تتكلم معانا كأنهم كانوا موجودين في الرحلة، وأفادونا كثيرا حول مدن العراق والمواقع اللي موجودة في العراق والأمور اللي ممكن نتعرف عليها في العراق، حيث استفدنا منهم كثيرا. وكذلك تكلمنا عن المطاعم والوجبات، وما نسينا الشاي. كانت حوارات جميلة ولقاء جميل جدا، بل كان رائع وأكثر من رائع. وأشكر جميع الأخوة والأحباب في العراق من الشمال إلى الجنوب فردا فردا، وكل من حضر إلى الموقع وتعنى للتواجد معنا، وكل من تواصلنا معه عبر الهاتف أو الرسائل. وشكرا على هذا الحضور الطيب اللي أسعدنا كثيرا. وهذا ليس بغريب، فأهل العراق أهلنا وأحبابنا، ونتمنى لهم كل الخير، ونتمنى لهم ديارا معمورة إن شاء الله، ويرجع العراق مهد الحضارات إلى موقعه الصحيح من التقدم والرقي. فالناس رائعون وأهلها طيبون،
وماذا عسانا أن نقول يا أهلنا في العراق؟ هل نقول شكرا؟ فكلمة شكرا وما يوازيها لا تكفي، فليس هناك ما نقدمه لنوفيكم حقكم. لقد أكرمتمونا وضيفتونا وقدمت لنا كل الطيب والمعنى الحقيقي للأخوة والكرامة والحب، ولم نجد إلا خيرا. الله يعطيكم العافية، واشكر الأحباب واشكر اللي حضروا، وضعتم أثر كبير ورائع في أنفسنا تجاه هذا الشعب الراضي. ولا ننسى المرأة العراقية، فهم أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا، لهم كل العز والكرامة ونفتخر بهم. الحقيقة أنا سعيد جدا بمعرفتي بكم، والحمد لله الذي رزقني صحبتكم والتواصل معكم، هذه نعمة من الله، نسأل الله أن يديمها على الخير والمحبة دائما. ونسأل الله أن يمدكم بالصحة والعافية وأن يحفظكم، إلهي آمين.
شكرا لكم وشكرا لكل من كان معنا في هذا المكان حقيقة، والله استمتعنا وياكم وكانت جلسة وأجواء جميلة برفقتكم. شكرا لكل من حضر هذا الموقع، والله عنوتكم ووجودكم معاي في هذا الموقع انها تاج على الرأس. الله يحفظكم ويعز شانكم.